أهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية. يا ترى لو سألتك كيف شكل برنامجك اليومي شو ممكن تجاوب؟ هل القائمة طويلة وفيها تفاصيل أو مختصرة وفيها أهم الأمور بالنسبة إليك بس؟ وهل بتحس حالك دايماً مشغول ويدوب ملحق تخلص برنامجك اليومي؟ طيب بعد ما تخلص وتروح عبيتك هل بتحس إنك أنجزت فعلاً وخلصت اللي عليك؟ هل شعورك بيكون حلو؟ بدي أحكي لكم هالقصة واللي فيها عبرة مهمة بتتعلق بموضوعنا اللي هو إدارة الوقت وتنظيمه والإنجاز وتمالك الضغوط في حياتنا. كان يا مكان في قديم الزمان حاكم من بلاد بعيدة عايش في قصر كبير. في يوم من الأيام كان الحاكم بيطلع من الشباك فلمح غبرة كثيفة قريبة من النهر، يبدو إنه في ناس كتار عم تتجمع. نادى الحاكم الحاجب تبعه وقال له يروح يشوف شو المسألة. راح الحاجب بسرعة ورجع بعد كم دقيقة وخبر الحاكم بأنه في ناس عم تنصب خيم عند النهر. قال له الحاكم من وين إجوا؟ رجع الحاجب مرة تانية وبعد شوي وإجا وقال للملك من بلاد بعيدة. سألوا الحاكم طب كم عددهم؟ رجع الحاجب مرة تانية يركض ليجيب الجواب وقال للحاكم 675 رجل. فسألوا الحاكم ما في نساء؟ ركض الحاجب مرة تانية وهو تعبان وزعلان، واستمر الحال على هالمنوال بين الحاكم والحاجب. فالحاجب فوق التعب كان مقهور وبيفكر ليه ما الحاكم يجمع كل أسئلته مرة واحدة ويعطيني إياها؟ وهو عم بيفكر والحاكم على وشك يسأل سؤاله الجاي، دخل كبير المستشارين سأل شو القصة؟ ولما عرف قال خلينا نجتمع ونحدد شو اللي بدنا نعرفه من المجموعة اللي عند النهر. وفعلا عملوا الاجتماع، وبعدين راح كبير المستشارين لعند الزوار وغاب مدة ساعتين ورجع بعدها لعند الحاكم ومعه التقرير التالي. الخيم المنصوبة عند النهر هي لقافلة من التجار من بلاد بعيدة، عندهم 675 رجل و210 امرأة و85 طفل، وقائد المجموعة اسمه كريم، معهم 200 فرس بدهم يبيعوها. تفاوضت معهم وصلت لأفضل سعر هو 50 درهم، بدي موافقتك لمتابعة الصفقة. كمان وضح كبير المستشارين كل المنافع التانية اللي ممكن تستفيد منها البلد من زيارة التجار. يا ترى شو المغزى من القصة؟ أنا متأكد إنكم اكتشفتوا. مش مهم كمية الوقت اللي بتقضيها تعمل أشياء معينة أو كمية الجهد والتعب اللي حطيته، المهم قديش ممكن تنجز في كمية الوقت المتاحة بين إيديك. هاي هي الإنتاجية الحقيقية. مش شرط لأنك حاسس حالك مشغول وعم تتعب وتروح من مكان لمكان وبرنامجك اليومي مليان والأجندة تاعتك مليانة مواعيد وعندك اجتماعات كتيرة خلال اليوم، مش شرط إنك عم تنتج أو عم تعمل اللي لازم تعمله أو بتحقق الأهداف اللي أنت حاططها. عشان هيك مهم جداً نتعلم المبادئ الصحيحة المتضمنة في هذا المساق، واللي أرجو إنها تساعدك حتى تكون إنتاجيتك في أوجها وتقدر تحقق أشياء رائعة في حياتك.